من 2008 واليتيم هو محور اهتمامنا. عرفنا إن رعاية الأيتام علم مدروس له أسس وقواعد، والأسس دي هي معايير جودة الرعاية البديلة. طورناها عشان تضمن إن لكل يتيم تتوفر له فرصة في حياة كريمة في وسط عيلة قادرة تفهم احتياجاته وتوفر له الأمان والاستقرار من بداية حياته لحد ما يكبر ويعتمد على نفسه. طورنا منهجية علمية عشان نساعد القائمين على الدور إنهم يطبقوا معايير الجودة. قدمنا لهم تدريبات واستشارات في إدارة الدار والتعامل مع الأطفال والشباب، دايماً مؤمنين إن كل فرد في المجتمع يقدر يكون له دور في توفير حياة كريمة لكل يتيم. فقدمنا تدريبات للمتطوعين والكفلاء عشان يدعموا دور الدار ويكونوا سند للأطفال والشباب، وبدأنا برنامج المدارس اللي فيه المدرسين والطلبة بيتبنوا دار ويساعدوها تطبق المعايير، ده غير حملاتنا للتوعية في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عشان نزود الوعي عن احتياجات الأيتام وحقوقهم وأهمية دور مقدم الرعاية. منظومة رعاية الأيتام اكتملت صح بتعاوننا مع الجهات الرقابية والتشريعية زي وزارة التضامن الاجتماعي عشان نوصل لهدفنا الأكبر إننا نوفر حياة كريمة لكل يتيم.